يعني هذا الجميل العظيم. خبر مهم جدا. اول امبارح قرأنا على حضراتكم هنا في حديث القاهرة البيان اللي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان ونشره على صفحته الخاصة وعلى موقعه الخاص، وقال فيه إنه وفد من أعضاء المجلس قام بزيارة مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون للإطلاع على الأحوال المعيشية للنزلاء. البيان تطرق لحالة الناشط علاء عبد الفتاح. المجلس قال إنه تبين من التقارير الطبية الخاصة به استقرار حالته الصحية وعلاماته الحيوية ومتابعته من جانب الأطباء بصفة دورية، وكمان أكد تلقيه كافة المقررات الغذائية المنصرفة له من إدارة محبسه، بالإضافة لتلقيه الأطعمة والمشروبات الواردة له من أهله بصفة شبه أسبوعية، فضلا عن تعامله مع مقصف مركز التأهيل، وأنه لا يوجد أي بلاغات لإدارة محبسه بإضرابه عن الطعام أو أي من النزلاء المودعين بمركز التأهيل. ده كان البيان اللي قريناه على حضراتكم يومين. أسرة علاء عبد الفتاح من جانبها شككت في البيان، شككت في بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقالت إن علاء ما زال مضرب عن الطعام وأنها لم ترسل له أي مواد غذائية منذ 60 يوم. خلينا نستفسر عن الموضوع ونستقبل على تليفون ضفنا الأستاذ عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو واحد من أعضاء الوفد اللي زاروا سجن وادي النطرون. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا، أهلا بك. بداية، إيه تعليق حضرتك على اللي نشره بعض أفراد أسرة علاء عبد الفتاح بشأن إضرابه عن الطعام؟ خليني اقول لك الاول ان في قواعد رئيسيه بتحكمنا في عمل التقارير الخاصه بالمجلس القومي لحقوق الانسان. هذه القواعد بتتمثل في قواعد الامم المتحده النموذجيه لمعامله السجناء، بنسميها احنا قواعد نيلسون مانديلا. بتتلخص في 7 عناصر عشان نبقى عارفين احنا كنا بنعمل ايه. وهي المبادئ الاساسيه للمعامله الانسانيه للنزلاء، الضمانات والتدابير الوقائية الداعمة لذلك، تقييم الأحوال المعيشية والمادية، الأمن والنظام والانضباط، نظام السجن ونظام الرعاية الصحية، وتقييم موظفي السجون. بنضيف لده قانون السجون المصرية ولائحته التنفيذية وتعليمات النيابة العامة المتعلقة بمعاملة النزلاء. وحضراتكم طبقتوا ده في زيارة اللي حضراتكم قمتوا بيها لوادي النطرون، صح؟ بصفه مستمره، دي القواعد اللي بتحكمنا. طب احنا بس عايزين الزياره الاخيره، اسمح لي. الزياره الاخيره، البيان ده كان بيان مبدئي اشار اليه المجلس، واحنا في الوقت الراهن بنعد بيان متكامل حول الزياره وما تم فيها بالكامل. حضرتك اشرتي لقضيه معينه، وانا عايز اقول لك ان احنا في جميع البيانات اللي احنا بتصدر عن المجلس، لان حضراتكم ذكرتوها كمان بشكل معين بالمناسبه في البيان، يعني كان كل الاشياء على الاطلاق، لكن هذا الاسم الوحيد الذي ذكر في البيان وهو الاسم الوحيد اللي علق عليه اسرته كمان، عشان كده حبينا نستفسر. لا، في جميع الحالات الاسره بتعلق على اي بيان يصدر من المجلس القومي لحقوق الانسان، وفي جميع الحالات اسرته لا ترتضي اي معامله بالطب. انت حضرتك اشرت في بدايه حديثك الى ان الاسره بتقول ان هو بقاله 60 يوم مضرب عن الطعام. 66 يوم. 66 يوم. ده معناها بالضروره ان لا يمكن يكون انسان على قيد الحياه وهو مضرب عن الطعام لمده 66 يوم، فده معناها بالضروره ان هذا الكلام بعيد كل البعد عن الصحه. وحضراتكم تاكدتوا ده بالنسبه لهذه الحاله بالظبط، لان حضرتك عرضت لي 7 اجزاء بتتاكدوا منها من ضمنها ده. احنا الوفد تضمن ضمن اعضائه طبيبه متخصصه طلعت على البيانات الخاصه بيه، وتم سؤال القائمين على المركز واكدوا ان هو يعني يراعى صحيا بشكل جيد، ان هو الغذاء بتاعه بيوصل له بشكل مستديم، وانه ما فيش اي نزيل داخل المركز مضرب عن الطعام. طب وهل حضراتكم قدمتوا طلب لرؤيته بشكل شخصي او الالتقاء بيه علشان الاطلاع على حالته وجها لوجه؟ شوفي، ده هذا الامر بتحكمه تعليمات النيابه العامه، ويجب ان يكون في اذن سابق من النيابه العامه، واحنا ما حصلناش على اذن من النيابه العامه بزيارته، وما فيش استثناءات في الوقت الراهن للمجلس، لان المجلس بطبيعته
هو عنده قاعدة عامة مجردة بيتعامل فيها مع كل النزلاء بالتساوي. يعني مش ليس معنى ان يبقى فيه اهتمام لدى قطاع بنزيل معين انه يبقى مميز عن باقي النزلاء، لكن احنا تحققنا من ان كل النزلاء يعني بياخدوا الرعايه الطبيه السليمه، الرعايه الصحيه السليمه، الامن الاستقرار، واعتقد انه ده كان الاطار العام اللي كان بيهم زياره الوفد لمركز التاهيل. شكرا جزيلا على المعلومات اللي حضرتك اديتها لنا الاستاذ عصام شيحه عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.